Alors, je vous remercie tous pour votre présence. Le Centre de qualification professionnelle El Jadida organise un webinaire dans le module qui s'appelle l'année précédente, Soft Skills. Alors, cette année-ci, le nom est changé en compétences comportementales et sociales. Il y a al-maharat, al-sulukiya. Alors, dans ce webinaire, il y a une compétence visée, l'IA, les notions du contexte et cadre de référence. يعني المبادئ ديال السياق، ما هو تأثيره على التواصل والإطار المرجعي. Alors voilà, la communication, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui, التواصل بعض المسائل نشوفوها. La communication et nous. Alors, on ne peut pas vivre sans communiquer. Les origines du mot communiquer, ou le verbe communiquer, les origines latines, être en relation avec أن أكون على علاقة مع الآخر. وهاد لا كومينيكاسيون يعني فيها تبادل، فيها تشارك، وهي يعني كيف ما كاين في السطر الآخر، هي être reçu et recevoir، أن يستقبل الآخر رسالتي وأن أستقبل منه من جهتي. Les caractéristiques, il nous est impossible de ne pas communiquer. Alors c'est vrai, mais insan ka bachar sans communication. On dit واحد la situation هي اللي شي واحد مثلا معاك في الدار ورفض ورفض ان يتكلم معاك مثلا. هذاك الرفض ديال التكلم في حد ذاته تواصل، حتى هو في حد ذاته تواصل، حتى هو اما غيكون كيعبر على الغضب او الخوف او لا كولبابيليتي، الاحساس بالذنب، او لا شعور بغياب الثقة. يعني كيكونوا بزاف ديال المسائل، اوكي، وحتى الملامح ديال الوجه ديالنا، لي زيكسبرسيون دو نوتر فيزاج، نوتر اتيتود، يعني هذاك التصرفات او لا هذا نو جيست، الحركات ديالنا، نوتر بوستور، يعني طريقه الوقوف ديالنا، هذيك الطريقه ديال الوقوف ولا طريقه الجلوس اللي متعلقه يعني بالشكل هذاك المستقيم ولا بالشكل المائل ولا ديال الظهر مثلا، تعبر للاخر على واحد الافكار اللي عندك انت بلا ما تقولهم ليه، هو راه كيفهم. التصرفات ديالنا وكذلك اللباس ديالنا، هاد الاشياء كامله، نعاودهم، ملامح الوجه، اوكي، السلوك، الحركات، طريقة وقوفنا أو جلوسنا، تصرفاتنا ولباسنا، هذه الأشياء كلها البارل أنوتخ بلاس، تتكلم ياك مكاننا. هاد المسائل هادو. الحاجة الثانية، لا كومونيكاسيون اي اونيك اي ايغيفيرسيبل. هنايا عندي دو زيدي، دو زيدي. لا كومونيكاسيون اي يونيك، يعني التواصل هو وحيد. شنو هو المقصود به؟ هذا الكلام اللي قلته في الدقيقة الفايتة، هل يمكنني أن أعيد
ده هو بالطريقة وبالحركات وبالسلوكات اللي قد قال به امبوسيبل، ما يمكنش ليا. داكشي علاش كنقولوا لا كومونيكاسيون اي اينيك. وحتى الى لقينا واحد الشخص عنده هذه المهارة الخارقه ان يعيد ما قاله بنفس الحركات وبنفس الملامح، وهو واخا يقدر، فراها لا كومونيكاسيون كتبقى اينيك. لحقاش هي سيت اون اكسيون دارت في واحد الوقت اللي هو داز، يعني ما يمكنش غادي يعاودها في الوقت اللي دازت فيه. يعني دون تو لي كا كتبقى اينيك، وحيده لا ثانيه لها. لا دوزيام ايدي هي لا كومونيكاسيون اي ايريفيرسيبل. كنقولوا واحد لاكسيون ريفيرسيبل هي اذا كان في استطاعتنا عكسها. عندنا جوج كيسان، واحد فيه الماء والاخر خاوي. الكاس الاول العامر خويته في الثاني، هذه هي لا لاكسيون. ولكن غنقدر ندير القلب ديالها، يعني نرد الماء من الكاس الثاني للكاس الاول بنفس الطريقه، ممكن. هذه كنقول عليها اكسيون ريفيرسيبل. شديت كاس عامر بالماء، ضربت به الله ردو وهرستو مثلا، شتت الماء، شتت الزاج، اوكي، راه هادي واحد لاكسيون اللي هي ايريفيرسيبل. ما نقدرش نجمع الكاس ونجمع هذاك الماء اللي طاح ليا في الارض مازال. علاش كنركزوا عليها في لا كومونيكاسيون؟ هادي هاد الخاصيتين صعاب. فاش كنقولوا لا كومونيكاسيون ايريفيرسيبل، غير قابله للعكس، يعني الهضره الا مشات حتى تقالت صافي راه مشات، راه وصلات الى اذني وعقلي الاخر اللي هو المتلقي. لذلك يجب دائما التفكير، هذه اللي هي اللي غادي نركز عليها. يجب دائما التفكير قبل الكلام او قبل الكتابه. سكي دي اي دي اللي تقالت راه تقالت، اون بو لي فاسي، ما يمكنش نمحيو داك الشيء اللي تقال، سي بون. ولكن اون بو لو نيونسي، نقدر ننفي هذاك الشيء اللي قلت. قلت شي حاجه ما هياش، سمعها الاخر مثلا، قال لي قلتي بنت قلتي، كنولي انايا خاصني ندير انا والهضره صافي راه مشات، كنولي كننكر لا راه ما قلتش. اولا كنقول ليه لا راه قلت ولكن راه ما قصدتش كذا كذا، يعني كنولي كندير فاش فليكسبليكاسيون، يعني لا كومونيكاسيون صعيبه شي شويه. هاد لا كومونيكاسيون يعني تؤثر على العلاقات الانسانيه، العلاقات الانسانيه ديالنا، بما انها تؤثر على علاقاتنا الانسانيه. اذا هنا كان لابد ان ننتبه لهذا، لانه في التواصل ديالنا مع الناس اللي هو التواصل انتر بيرسونيل، ياك، فراه كنوصلوا اما لصيانه العلاقه مع الناس اولا لخلقها اولا لتدميرها. وخصنا ردوا البال لهاد المسائل هادو مزيان. اون كونتينيو، فوالا. لي فورم دو كومونيكاسيون، يعني الاشكال ديال لي كومونيكاسيون. عندنا التواصل الكتابي، وحاليا يعني عن طريق التكنولوجيا اللي موجوده بين ايدينا الان، نستطيع ان نكتب يعني بطرق متعدده، في الميساجري، في الايميل، في الرسائل الورقيه، اس ام اس، بزاف ديال الشغل، الانستغرام، فيسبوك، اي دوطخ ابليكاسيون. اولا لا كومونيكاسيون اورال كتكون في لي زابيل، اولا فاس ا فاس. لا كومونيكاسيون فيزيوال يعني الفاس ا فاس، اولا لو فيديو، اوكي، فيديو كونفيرونس. C'est bon. Les techniques, et bien, je vous dis les techniques. Deux techniques. La communication verbale, التواصل اللفظي،
هو التواصل الذي نستعمل فيه الكلمات لي مو هو لا كومونيكاسيون او نوتيليز دي مو ياك وكاين لا كومونيكاسيون نون فيربال التواصل غير لفظي هي لا كومونيكاسيون او نوتيليز لي جيست اي لي كومبورتمون ديالنا يعني الحركات والتصرفات ديالنا بما يسمى في علوم التواصل لغة الجسد. سي بون شفنا هاد لي ديفينيسيون ديال لا كومونيكاسيون باش نفهموا علاش كندويو هنا غنشوفوا لو كونتكست اللي هو داخل في لا كومبيتونس ديال هاد لو ويبينير le contexte l'importance ديالو et les types le contexte هو السياق وممكن نقولوا ليه يعني كاين واحد المرادف اخر ان سينونيم هو le référent le contexte عندنا فيه اربعه انواع عندنا le contexte géographique السياق المكاني السياق المكاني نفهمه فاش كيكونوا جوج الناس في واحد البلاصه معينه ياك مثلا في واحد البلاصه معينه نفترض في وسط القسم مثلا بغاو يديروا واحد الافعال معينه ولا بغاو يجبدوا واحد الكلام معين واحد فيهم بغى يبدا الاخر كيقول ليه شوف راه هذا المكان لا يناسب هذا الكلام انت اللي باغي تقول او لما مثلا كندخلوا للجامع تجار جوج كيتناقشوا ديما على داكشي ديال الكوميرس وصلت الصاله دخلوا للمسجد واحد فيهم نسى راسو بغى يدوي على التجاره ناض الثاني قال ليه لا راه هاد البلاصه لا تصلح لي بحال هاد النقاشات حتى تخرجوا من الجامع اذا السياق المكاني ياك يحدد ليا النوعيه ديال التواصل اللي خاصو يكون. هذا هو المقصود بالسياق المكاني يعني المكان راه هو يتحكم في تواصله مع الاخرين النوع الثاني لو كونتكست تومبوريل السياق الزمني نعطيو مثال بسيط ان كاينين يعني مات واحد الشخص معين خلى مثلا الورث للناس اللي موراه ارى لك يعني باقيين كاع ما دفنوه مثلا وناض واحد كيقول لي ملا الورث غادي يرد عليه واحد اخر غادي يقول ليه خويا راه هذا ماشي الوقت ديال هذه الهضره السياق الزمني لا يناسب ان نتكلم على داك الشيء ديال الورث هذا هو المقصود بالسياق الزمني اولا واحد معيط ليه بالليل ولا شي حاجه وقال لك علاش عيطتي ليا قلتي لي كذا كذا شي حاجه اللي هي بسيطه كيقول لك اخويا راه ماشي وقت هذا الكلام هذا دابا راه هذا راه وقت النعاس حتى الغدا نتلاقاو وناقشوا هذاك الشيء مثلا هذا هو المقصود بالسياق الزمني وكاين السياق العلاقاتي لو كونتكست غولاسيونيل السياق العلاقاتي السياق العلاقاتي هو بغيتي تصاوب واحد الوثيقه معينه ومشيتي لشي اداره كيلكونك دخلتي البيرو الاول بان ليك محلول مشيتي ليه بديتي كتقولي باغي نصوب هاد الورقه كذا 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 هو يقاطعك قال لك بلاتي سي محمد راه هاد البيرو ماشي ديال هاد الوثيقه اللي بغيتي راه في البيرو الفلاني يعني انا لا علاقه لي بهذا الشيء اللي بغيتي انت هذا هو المقصود بالسياق العلاقاتي يعني ما يمكنش في التواصل اي حاجه بغيتي تقولها كتقولها لاي واحد اولا مثلا الوليدات كيبغوا شي حاجه واحد طلب معين كيمشيو لعند الام كيقول لها ماما كذا كذا كتقول لهم لا هذا الشيء دابا خاصكم تقولوها لباباكم دابا يعني في كتقول لهم انا لا علاقه لي بهذا الشيء باباكم هو اللي غادي يحكم في هذه القضيه هذا هو المقصود بالسياق العلاقاتي لو كونتكست غولاسيونيل دابا le contexte culturel السياق الثقافي السياق الثقافي حنا الحمد لله في المغرب ديالنا بزاف ديال الثقافات المختلفه كثيره بزاف ممكن يتلاقاو جوج ديال الناس واحد الكلمه عند واحد فيهم عيب والاخر
عنده هذيك الكلمة عادية، واحد الكلمة يستعملها يوميا بشكل عادي ولا يحس بأي حرج فيها. إذا هنايا كاين واحد السياق ثقافي اللي هو مختلف بينهما، وهنا في التواصل ضروري ضروري أي إنسان كيفما كان نوعه أن يتعرف على ثقافة الآخر، ياك، ويجب أن يحذر في تواصله. يعني دائما خاصو يختار هذوك المصطلحات اللي هي مشتركة بين ثقافات متعددة لكي لا يصطدم مع الناس، وحتى يكون يعني في حالة تواصلية مع واحد اللي عنده نفس الثقافة ديالو، ديك الساعة يقدر أنه يستعمل هذوك لي مو اللي هما مقبولين في الثقافة ديالهم هما. هذا هو المقصود بلي كونتكست. نعيد، كاين السياق المكاني لو كونتكست جيوغرافيك، كاين السياق الزمني لو كونتكست تمبوريل، وكاين السياق العلاقاتي هو لو كونتكست غولاسيونيل، وكاين لو كونتكست كولتوريل اللي هو السياق الثقافي. نمر الان لو كادر دو ريفيرونس، ولكن اطار المرجعي غادي نشوفوا انه يعني صعيب بزاف. السياق كيف ما قلنا لا كومونيكاسيون، شفنا انواع ديالها وانها غير قابله للعكس. وهذا السياقات التي تحكم حدودنا، الحدود ديالنا، ياك، يعني في التواصل ديالك مع الـ اخر في لي غيونيون باغ اكزومبل، كيكون عندنا اوكي هذوك لي زاكس، ياك، لي زاكس ا ديسكوتي، ولا هذا ما خاصش شي واحد يخرج عليهم. يعني كيكون التواصل مركز ومؤطر. هذا هو المقصود بلو كادغ دو ريفيرونس، هذا كنتحكموا فيه. غادي ندويو عليه بشكل عام وغنشوفوا كيفاش نتحكموا فيه، وكلما هذا الاطار ضيقناه كلما العملية التواصلية تصعب على الناس. كاين اللي كتجبد لي واحد الموضوع ولكن كتقول لي شوف غنناقش واحد الموضوع ولكن من الناحية السياسية، ما تجبدش لي من النواحي الأخرى، يصعب نقاش مثل هذا. ألوغ أون فا فواغ هادشي أونسومبل إن شاء الله تعالى. نوتخ كادغ دو ريفيرونس إي سبيسيفيك أ شاكان دو نو، هذا الإطار المرجعي كل واحد فينا، كل إنسان فوق هذا الأرض هذه عنده واحد لو كادغ دو ريفيرونس يميزه عن الناس. ما تلقاش جوج الناس مشابهين، واخا يكونوا كابرين في واحد الدار في واحد المجتمع نفس يعني المسار التكويني والدراسي وكل شيء، ولكن كتلقى ليه اختلافات. هاد الاختلافات اوكي مرتبطه باش مرتبطه اول حاجه نو فالور، يعني القيم التي نؤمن بها والمبادئ التي نؤمن بها. كل واحد عنده مبادئ، كنا قلنا سابقا الفرق ما بين المبدئي والقيمه. المبدا هو شيء نؤمن به، ياك، بواحد الطريقه مئويه، ما كنسمحوش بالنقصان ديالو، ما كيتخدش ما كيتوشاش. كل اللي عنده مبدأ يعني كيقول لك نموت على هذاك المبدأ ديالي، هذا هو المقصود به. أما القيم فهي أشياء نعمل بها وقابلة للتغير النسبي. مثلا القيمة ديال التسامح كاين تسامح مئوي، يعني كتسمح لواحد بواحد الصفة مئوية. علاش كتقول هذا راه الا سمحت ليه غادي يتقاد سوف يتحسن غيولي انسان احسن. وكاين واحد النوع كتقول لا هذا راه الا سمحت ليه 100% لن يتغير، خاصو شويه العقوبه. هنايا ما كتبقاش كتعطي واحد التسامح مئوي، تقدر تسمح ليه 50% ودير واحد العقوبه صغيره، اولا تقدر تسمح ليه غير 10% ودير ليه عقوبه كبيرة. إذن هذا هو الفرق ما بين البرينسيب اي فالور. الحاجة الثانية التي تميز الإطار المرجعي لكل واحد فينا هو نو كرويونس، معتقداتنا.
بحال القضيه ديال اللي كيقولوا لي فرونسي بزاف ديال توشي لو بوا، فاش كيتقال شي حاجه اللي هي واحد المكروه معين ولا هذا، كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا قياس الخير وهذا، هذا هو المعتقدات. والمعتقد ماشي غير ديني فقط، كيكون حتى هذا الشيء انه مثلا كنقولوا ما تدوش بالليل ما مزيانش، هذا راه معتقد كاين عند بزاف الناس، الا دوشتي بالليل راه غيوقع لك كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ما تلبسش الكحل النهار كذا وكذا. باغ اكزومبل لي كريتيان ولا هذا الغربيين ولا المسيحيين ولا النصارى مثلا كيقول لك ما مزيانش هذاك الراجل اللي بغى يتزوج بشي وحده، ما مزيانش يشوفها قبل التقابل امام القسيس في الكنيسه، ما خاصوش يشوفها لابسه الفستان الابيض ديال الزواج قبل، كيقولوا ما مزيانش يمكن الزواج ما يتحققش. هذا كنقولوا معتقد، سي اون كرويونس. نو موتيفاسيون وهي التحفيزات، تحفيزاتنا المحفزات، كل واحد فينا عنده واحد محفز لشيء ما، سي بون. نوتر نيفو انتيليكتويال، اتوندي سيل فو بلي، حيد واحد الواتساب ويب هنايا، فوالا. نوتر نيفو انتيليكتويال يعني المستوى الثقافي ديالنا او المستوى التوعوي ديالنا، مستوى التوعوي او المستوى الثقافي ديالنا، سي بون. نو بوت اي اوبجيكتيف، اهدافنا نقدروا نتواصلوا في نفس الحاجه ونتناقشوا نفس الحاجه، ولكن لكل واحد يدير منا هدف ديالو خاص. نوتر ستاتو سوسيال المكانة الاجتماعية، يعني المنصب الاجتماعي اللي غالبا كيكون مرتبط بالمنصب ديال الشغل ديال الشخص، اوكي، غالبا راه يتحكم في طريقة تواصله مع الناس. ميمكنش تلاقى واحد اللي هو عامي اللغة أو المفردات التي يستعملها، ما غتلقاش واحد مسؤول مثلا غيستعمل نفس المفردات، ما يمكنش. المكانة الاجتماعية ديال هذا لو دوزيام كتحكم عليه أنه ما ينطقش بشي حاجة معينة، لأنه بحال كنقولوا يعني زلة العالم ماشي بحال زلة الجاهل، أوكي، يعني ما يمكنش واحد الخطا ارتكبه واحد من عامه الشعب غنقولوا راه ماشي، ولكن يرتكب نفس الخطا واحد اخر عنده واحد المنصب اللي هو اجتماعي راقي ضروره راقي ولا عالي، راه ما كيتحسبش بنفسي الفداحه، ماشي نفس الفداحه. نوتري دو كاركتير يعني الشخصيه ديالنا، كل واحد وشخصيته، ممكن تلقاو توام كاع توام اوكي، ولكن الشخصيه ديالهم مختلفه. الحاجه الاخرى اللي كاينه في الاطار المرجعي هي ليماج كو لون فو دوني دو سوا، الصوره اللي بغينا نوصلوها للاخر، يعني دائما في التواصل ديالنا كنبحثوا على واحد الصوره، ياك واحد الصوره كنبغوا نوصلوها الى عقل الاخر دائما حاكمانا، هادو هما الاشياء اللي كتكون في لو كادر دو ريفيرونس. الوغ اون باس هاد لو كادر دو ريفيرونس انفلو سور لا فاصون دون نو فويون لا في، يعني كيأثر على الطريقه ديالنا كيف نرى الحياه، كيف نرى الدنيا، كيف نرى الاشياء. الشوفة ديالنا كتكون بدلة من شخص لآخر حسب هذاك الإطار المرجعي ديالنا. ثانيا فاصون نوتخ كومونيكاسيون أورال لو كادر دو ريفيرونس، يعني كيخلي
la façon de parler تتغير من شخص لآخر. Alors ici, c'est un principe sur le cadre de référence. Communiquer efficacement, c'est connaître son propre cadre de référence et identifier et comprendre celui des autres. Ok. ضروري كل واحد فينا يكون هو عارف ومثبت عارف مزيان راسو عارف مزيان النفسيه ديالو عارف مزيان الشخصيه ديالو يعني ضابط لو كادر دو ريفيرونس ديالو هو ويتكون عنده القدره ان يتعرف على لو كادر دو ريفيرونس دي زوتر باش يعرف كيفاش يتواصل معهم باش يختار الكلمات المناسبه باش يختار السياق المكاني المناسب السياق الزمني المناسب فهمتوا هذا هو اللي كاين ان باس هنا دي كونساي اللي هما في غالب الاحيان معروفين عند جميع الناس باش تكون لا كومونيكاسيون ديالنا يعني تكون افيكاس يعني هو التواصل الناجع او التواصل الفعال اكسبتي لو بوين دو في دي زوتر ميم سي ديفير دون اوتر أن أتقبل أرى الآخرين ولو كانت مختلفة معنا هذه الصفة ما كاينش في الناس كاملين ما كاينش في بزاف ديال الناس ما كتكونش في بزاف ديال الناس وهو العكس خاص تكون في الأغلبية أن أتقبل رأي الآخر وخا أنا يا الرأي ديالي عندي البراهين ديالي والحجج ديالي ما خاصنيش نأمن أنه البراهين ديالي والحجج ديالي فهي دامغة 100% فهي نسبية يعني الرأي ديال الآخر كان نسمعه كذا ولكن ماشي مجبر باش أنني نعتقد به être patient avec les interlocuteurs يجب أن نكون صبورين مع الناس الذين نخاطبهم les interlocuteurs وهم المخاطبون الناس الذين نخاطبهم يجب أن نكون صبورين معهم نصبروا والصبر هو ليكوت اكتيف يعني يجب ان انصت للاخر نصبر ماشي ديك الهضره اللي بغيت نقول كتبقى وحلاليه وحارقاني خاصني نقول لا كيف ما قال لي واحد السيد واحد النهار القضيه ديال ليكوت اكتيف قال لي راه الله عز وجل عطانا جوج الودنين واحد الفم يعني خاصنا نسمعوا اكثر ما نهضروا وهذه ملاحظه ايجابيه La troisième chose, reconnaître et accepter les différences. En atarrafa ou atakabbela. Ash, al-ikhtilafat. Mahal akhar. Khasni nqlib alihum, n'arrafhum ou atakabbelohum en même temps. Mahash kun wahad le hukum mousbaq ala nnaas. Ok? Éviter de juger. Éviter de juger. Ou huwa l'wahad. يمتنع على انه يحكم على الناس ستيريوتيبي التنويعيه اي انه يبقى يميز الناس ويبقى ينوع ويقسمهم فهمتي وبدا يحط الناس في دي سيلول هذا كذا وهذا كذا ويمارس عليهم العنصريه لا ديسكريميناسيون هادشي مرفوض وكنظن راه كاع الناس عارفينه ايفيتي دامبوزي سي بروبرو كرويونس او زوتر يجب ان نتجنب ان نفرض معتقداتنا وما نؤمن به على الاخرين وتتقنع واحد بشي حاجه معينه كتقول ليه الراي ديالك كتقول ليه البراهين والحجج وكتخلي ليه الحريه التفكير لا تتحكم في عقله لا عن طريق الطرق اللي هي التوائية اللي كاينة في علم النفس وعلم الاجتماع أو لا عن طريق التكنولوجيا اللي ولات دابا بحال دابا في بلد تشيلي هي أول دولة في العالم كتخرج قانون ديال عدم المساس بالدماغ ديال الناس لأنه ولاو تكنولوجيات هاد الشيء مخصوش يكون Alors, les principes du contrat de communication. Contrat, c'est l'acte.
عقد التواصلي، حنا ما كنسنيوش مع الناس عقد في التواصل، ولكن كنديرو معاهم واحد القهوه وواحد العقد اخلاقي بيننا وبينهم، عقد اخلاقي. شنو اللي كيأثر هذا العقد هذا مع الناس؟ لو برينسيپ دانتيراكسيون، مبدا التفاعل، ايشانج، تبادل افكار، كو كونستريكسيون، هو بناء تشاركي. انت كتقول الراي ديالك وحتى انا كنقول الراي ديالي، وكنحاولوا انا وياك تكون عندنا نفس النيه المسبقه باش نحاولوا هذوك الافكار الى اقتنعنا انهم ايجابيين نحاولوا نخرجوا منهم واحد الفكره ياك مبنيه تشاركيا، هي لا كو كونستريكسيون. برينسيپ دو بيرتينونس، لا بيرتينونس هي الدقه، هي الفعاليه. بروجي دو بارول، كيكون عندنا واحد مشروع ديال التحدث او الحديث. ريكونيسونس دو سافوار، معرفه العلوم التي عند الاخرين. دو فالور بارتاجي، قيم المشتركه. برينسيپ دانفليونس، مبدا التاثير. لوت ديسكورسيف، كومبرومي، تيران دونتون. هنا ce sont des choses يعني ديال التاثير، يعني خاصني انا نقبل ان اتاثر بك، وانت خاصك تقبل انه تاثر بيا في المنحى الايجابي بطبيعه، ما خاصش يكون واحد الرفض، خاص دائما يكون الانسان عنده واحد الطمع داخلي ان يستفيد من الاخر، وخاص تكون عنده قناعه انه يمكن ان يستفيد من الصغير كما يمكن ان يستفيد من الكبير، ما كنحقروش بعضياتنا. ان برينسيپ دو ريغولاسيون، ريكونيسونس دو لا ليجيتيميتي دو دووا على بارول، الحق في الكلام، يعني دائما خاص نعطي الحق في التعبير. اكسبتاسيون او روجي دو لا بارول دو لوتر، تخلي الاخر يعبر في نطاق داك الوقت المسموح ليه، وانت كيبقى لك الحق تقبل داك الشيء او لا ترفضه، ولكن خاصك تعطيه الحق انه يعبر يقول الراي ديالو. هنا وصلنا لواحد لاكس اللي تابع الكادر دو ريفيرونس سميتو غري بيرسيبتويل. هاد لا غري، كل واحد فينا عنده واحد لا غري بيرسيبتويل، اللي هي واحد بلوزيور شوز ياك عنده في الدماغ ديالو، هما باش كيشوف الامور، هما باش كيشوف الحياه، هما باش كيشوف هذا. كل واحد فينا تميزه، عندها العلاقه بالنفسيه، عندها العلاقه بلي موتيفاسيون، بلي زاسبيراسيون اللي هما لي موتيفاسيون والتاملات، عندها العلاقه بالاحتياجات، عندها العلاقه بالدوافع، عندها العلاقه بالمخاوف، يعني بزاف ديال لي شوز اللي كنا قلنا ديك الساعه، لي كرويونس، لي فالور، نيفو انتيليكتويال، النفسيه ديك الساعه، اوكي كلشي. بلو بونور يعني لو طو دو بونور، هادشي كلشي كيدخل وكيكون ليا واحد لا غري، اوكي هي واحد الجدول اللي كيكون عندنا في الدماغ ديالنا هو باش كنشوفوا به الامور. وهنا غنشوفوا دي زيكزامبل على لا غري، ولكن قبل ذلك نحاول نشوف الى كاينين دي كيستيون. سي بون، فو بوفي كون بيرسيبتويل ماشي كون كونسيبتويل، بيرسيبتويل. الوغ ايسي on va regarder bien l'image à votre gauche. Hadi. Alors, de la première vue, quelle est régulière? Hada ra c'est un oiseau, A-R. Ok. Canard ou hada régulière ha ras dielo, ha l'aynin dielo, ou hada huwa le manqar, le bec. Yak. الا واحد بقى كيشوف مزيان عاوتاني كاين اللي غيقول لك لا استاذ كتبان ليا، كيبان ليا ان لابان، ان لابان عينيه هما هادو ولكن فمه هو هذا، ساد فمه هنايا، هادو هما ودنيه، الودنين ديال هذاك لابان. سي بون، يعني الا شفناها من اليمن سي تان لابان، اعطي وجهه لجهه اليمن، ومن او 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 لا
او لا طائر اعطي وجهه لجهه اليسار. وكاين عاوتاني ان تخوازيام غادي يقول لك اودي هذا راه غير جدع شجره وفي هذه اللي كنقولها بالدارجه ديالنا المعيزه ولا هذا سي بون وهذا غير طرف ديال الخشب خارج بحال ما هكذا من الشجره هذه كلها غير جدع شجره داير بحال هكذا. هذا هو المقصود بلا غري بيرسيبتيال يعني كل واحد فينا كيشوف الاشياء من منظور واحد. اللي قال لي طائر راه صحيح عنده الصح واللي قال لي لابان عنده الصح اللي قال جدع شجره عنده الصح. ما يمكنلكش تقول هذاك لا انت راك غلط. هذا هو المقصود انه يجب تقبل اراء الاخر. لا دوزيام ايماج اللي من ديالنا يعني دو لا بروميير فيو كتبان بحال واحد المراه الشعر ديالها هو هذا سد عينيها هذا نيفها هذا فمها مثلا هذا عنقها. من جهه اخرى كيبان لنا واحد الشخص اللي عطينا بالظهر راسه هو هذا ولابس بحال اللي لابس ان مونطو رجليه هما هذو لتحت وهذه اليد ديال اليمين ديالو هذه اليد ديال اليمين ديالو هذا الظل ديالو مثلا اللي هي كاين اللي قال لي في القسم داك النهار هذه راه عباره عن شجره او استاذ هذه شجره واش انا غادي نقول ليه لا هو كتبان ليه بحال شجره دايره هذا الشكل هكذا. هذا هو المقصود انه يجب ان نتقبل اراء الناس. نشوفوا دوطر فوالا بداو هذه اللي اليسار دي ديما اليسار الوغ هنا كاين كي كيقول لك كاينين دو فيزاج متقابلين ها هما باينين اللي بالاحمر وهذه اللي بالزرق الوسط كاين اللي قال فاز كاين اللي قال كاس كاين اللي قال لي طابله كل واحد وشنو قال. كاين كاع واحد قال واحد الحاجه اللي هي هذا قال لك لا هذا راه هذا هادو الكتاف ديال واحد الراجل الكتاف ديالو وهذا راسو وهذا الشيء محطوط ليه فوق راسو بحال هذوك الاباطره ديال الامبراطوريه الصينيه سابقا كانوا كيديروا واحد واحد تيجان اللي هي كبيره بزاف وعندها وكتكون طويله وعريضه فوق الرؤوس ديالهم. قال لك اودي ها هو راسو ها هما كتافو وحط على راسو هذا الشيء. ايوا راه كل واحد كيفاش كيشوف المسائل الامور سي بون. الوغ لا كاتريم ايماج اي لا ديغنيير الى رديتو ليها البال مزيان كتبان لك واحد مثلا بنت كنشوفوها من الجنب اوكي دايره طربوش فوق راسها هو الشعر ديالها هنايا ها هو نيفها عينيها هذا